الفئة حقيقة المستهدفة لمنصة أريد كل من ينتمي للحركة العلمية، يعني الأساتذة، الأكاديميين، العلماء، الأطباء، المهندسين، الخبراء، المساهمين، الكونتريبيوترز، المؤلفين، الباحثين، حتى الطلبة من كافة المراحل والتخصصات يمكنهم طبعا الدخول لمنصة أريد والتسجيل في المنصة مجانا واستخدام خدمات منصة أريد. يعني نحن لا يعني نحتكر التسجيل على فئة معينة، كل من يرغب بالاستفادة من الحركة العلمية، من تجمع النخب العلمية في بودقة واحدة، في دائرة واحدة، ممكن أن يدخل ويسجل، ولا نشترط الانتماء لجامعة. بعض الأسئلة تصلنا على الإيميل أنه أنا لا أنتمي لجامعة، أنا لا أعمل بجامعة، هل ممكن أن أسجل؟ نعم، ممكن أن جميل. تسجل طالما أنك تشعر أنك تستفيد، ويمكن أن تقدم شيء، ممكن أن يعني تثري معرفتك في مجالات الحياة، المهارات. طبعا لما تدخل المنصة هنالك نوع من يعني الأوسمة والتصنيفات الخاصة حسب الإنتاج، حسب المهارات، حسب البحوث. طبعا لا نقول أن الكل متساويين بالنسبة للخدمات، الخدمات تتاح لفئات معينة حسب مستواهم ودرجتهم ومكانتهم في المنصة.